نتابع سلسلة الدروس التي بدأناها في هذه الفصل، والدرس اليومي سيكون عنده علاقة بعلوم اللغة. نرجو أن تتابعونا وأن تركزوا حتى تكون الفائدة أعم وأشمل، فإننا سنحاول أن نقف عند مفهوم الالتفات. هذا المفهوم الذي هو مفهوم بلاغي ويدخل في سلسلة الدروس التي تهم البلاغ. قبل ذلك درستم فيما مضى درسا حول الإيجاز والإطناب والمساواة، وهو درس يبين صنوف الأساليب التي يلجأ إليها العربي لكي يتواصل مع غيره تواصلا يكون فيه نوع من الرقي بالأسلوب والارتفاع بقيمة البلاغة فيه، فيلجأ إلى الإيجاز ويختصر كلامه اختصارا كبيرا، أو يلجأ إلى الإطناب ويتسع في الكلام، أو يساوي فيما بينهما. في حين أن الدرس اليومي يهم مفهوما آخر مختلفا تماما عن غيره، وهو مفهوم فيه شيء من الصعوبة في الفهم وفي تقديره وتوسيطه، لأنه أسلوب من أعجب الأساليب التي تستعمل في اللغة العربية. في العادة يكون الشخص المتكلم إذا أراد أن يتكلم ويركب جمل لكي يتواصل بها، فإنه يلجأ إلى طريقة واحدة في الكلام لا يغيرها. فمثلا حينما يقول شخص ما جملة بسيطة يركب فيها ويعبر فيها عن نفسه، فيقول مثلا: أنا استيقظت في الصباح ثم انصرفت ثم عدت. فيستعمل نفس الضمير في جميع كلامه: استيقظت أنا، انصرفت أنا، ورجعت أنا. فهو كلام عادي طبيعي، لكن أحيانا في اللغة يرقى الأسلوب رقيا مفاجئا تماما، حيث تجد الشخص يخرج من ضمير إلى ضمير آخر، فيخلق لدى المتلقي نوعا من التوتر الكلامي الذي يدفعه إلى الدهشة، ومن ثم إلى التركيز على هذا الأسلوب في محاولة فهمه، مما يجعله ينشط أكثر لكي يستمع. وهذا هو الهدف البلاغي من هذا الأسلوب. فإذا نظرنا إلى تحقيقه اللغوي مثلا، سترى أن هناك علاقة لغوية بين الاستعمال الوضعي والاستعمال الاصطلاحي. فحينما تعبر بالفعل التفت، فإنك تعني أن شخصا ما كان ينظر في اتجاه وفجأة غير نظره إلى اتجاه آخر، كان ينظر يمينا فاتجه ببصره ونظره يسارا. هذا الفهم هذا ينتقل إلى البلاغة ويستعمله في الأسلوب، فينتقل الشخص من وجه في الكلام في استعمال ضمير معين، وإذا به ينتقل إلى وجه آخر فيستعمل به فيه ضميرا آخر. هذا التعريف سنركز عليه أكثر بهذا المدخل في تأمل الأمثلة التي ترونها أمامكم. هناك ثلاثة أمثلة. المثال الأول: سافر الأب ثم رجع سريعا. المثال الثاني: أقبل صاحب المكتبة اختار الكتب. ثالثا: قال الله تعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا
ليغفر لك الله. طبعا في المثال الأول نرى ما قلناه قبل قليل والتركيب العادي في التواصل بين المتكلم والمتلقي، سافر الأب ثم رجع، فترى أن سافر ضميره الغائب هو، رجع هو نفس الضمير، أن الانتقال من الجملة الأولى إلى الجملة الثانية حافظ على نفس الضمير. في حين أن المثال الثاني أقبل صاحب المكتبة اختاروا الكتب، فنرى أن الفعل الأول أقبل صاحب المكتبة فأقبل فعل فيه ضمير للغائب هو، في حين أن الفعل الثاني اختاروا الكتب فقد انتقلنا إلى استعمال آخر وضمير آخر هو ضمير الجمع والمخاطب، فانتقلنا من الغائب إلى المخاطب، من المفرد إلى الجمع. هذا الانتقال هو الذي يخلق تلك الدهشة لدى المتلقي فتدفعه إلى أن يتمعن ويتدبر فيها الأسلوب لكي يفهمه، وهنا هي النكتة البلاغية في هذا الأسلوب. أقبل صاحب المكتبة اختاروا الكتب. فإذا نظرت إلى المثال الأول سافر الأب ثم رجع سريعا وتأملته، يتبين لك الفرق واضحا بين المثال الأول والمثال الثاني على مستوى وجه الكلام الذي يتجلى في حالة الضمير المسند إلى الفعل في المثالين الأول والثاني. ففي المثال الأول سافر فيه ضمير غائب مفرد مذكر، والفعل رجع فيه ضمير غائب مفرد مذكر، معنى هذا أن وجه الكلام يتساوى وكأن الشخص ينظر في اتجاه واحد ولم يلتفت إلى اتجاه آخر. المثال الثاني أقبل ضمير غائب مفرد مذكر، لكن اختاروا ضمير مخاطب جمع مذكر، فقد اختلف وجه الكلام بين الفعلين، بين الغائب والمخاطب والمفرد والجمع. فكان في هذا الانتقال وكأن هذا المخاطب التفت من جهة إلى جهة أخرى، جهة كلامية فيها غائب انتقل إلى جهة كلامية فيها مخاطب. وكذلك في الآية الكريمة حينما ترى قال الله تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله، ففي الفعل الأول فتحنا نجد هناك ضمير المتكلم الجمع، في حين أن في آخر الآية ليغفر لك الله فانتقل إلى ضمير آخر وهو ضمير الغائبة المفرد هو. هذا الانتقال هو الذي يسمى بالالتفات، فنلتفت من جهة إلى جهة أخرى، من جهة الضمير في المتكلم إلى جهة الضمير في الغيبة. وهكذا يمكن أن تستنتج من هذا التحليل أن الالتفات أسلوب بلاغي يخرج فيه المتكلم من وجه في الكلام إلى وجه آخر مختلف، فينتقل بين وجه التكلم ووجه الخطاب ووجه الغيبة، وذلك لإثارة انتباه المتلقي وتنشيطه لمتابعة الإنصات، فلا يدخله الملل الذي يحصل من تكرار نفس الأسلوب. وبتطبيق بسيط نطلب منك أن تلاحظ أسلوب الالتفات في قوله تعالى وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، وقوله تعالى الحمد لله رب العالمين إياك نعبد. ففي الآية الأولى إذا انتبهت إليها وركزت قليلا بين الفعل أعبد والفعل ترجعون، أعبد فيه ضمير المتكلم، في حين أن ترجعون في ضمير الخطاب ترجعون أنتم، فهذا الانتقال هو شكل مفهوم الالتفات. في الفاتحة هذا الالتفات المخفي، هنا في الفاتحة الحمد لله رب العالمين هذه الغيبة، الرحمن الرحيم غيبة أيضا، مالك يوم الدين يعني هو، ثم ننتقل إلى خطاب
الخطاب المباشر إياك نعبد، إياك نعبد ونتحدث هنا بضمير المتكلم، نحن نعبد. إذا من هو رب العالمين إلى نحن نعبد. بعد هذا يمكن أن ننتقل إلى الصفحة الثانية، وهي خاصة بصور آل التفات. الالتفات يأتي بصور متعددة يمكن أن نستخرجها بعملية رياضية بسيطة، وهو أن الأوجه التي يصرف إليها الكلام ثلاثة: التكلم والخطاب والغيبة. فإذا ركبنا منها ثنائيات ستعطينا ستة أوجه، ستة أوجه. الانتقال من التكلم إلى الخطاب واحد، والانتقال من التكلم إلى الغيبة اثنان، ثم نركب بالخطاب، الانتقال من الخطاب إلى التكلم واحد هي ثلاثة، ثم الانتقال من الخطاب إلى الغيبة أربعة، ثم الغيبة أيضا ننتقل فيها من الغيبة إلى التكلم هي خمسة، ثم الانتقال إلى من الغيبة إلى الخطاب وهي ستة. إذا تعطينا هذه التركيبات تعطينا ست صور، يتكون لنا من الالتفات أنه يأتي على ستة أو ست صور. فلنتأمل الأمثلة التالية ونحاول أن نجد فيها هذا الفهم لهذه الصور المتعددة للالتفات. فنقرأ في قوله تعالى أولا: وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. قال تعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله. قال تعالى: فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا. الآية الرابعة: حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة. خامسا: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. سادسا: ثم ذهب إلى أهله يتمطى، أولى لك فأولى. إذا تأملت الأفعال التي تحتها خط في كل آية وتلاحظ هذا الانتقال سيعطيك هذه الصور المتعددة الست التي رأيناها قبل قليل وصار نحددها الآن مع كل آية. ففي الآية الأولى: وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، ترى أن الفعل أعبد فيه ضمير المتكلم، إذن هذا التكلم، فننتقل من التكلم إلى ترجعون، وترجعون يعني أنتم، إذن من أنا إلى أنتم يعني من الخطاب، من التكلم إلى الخطاب. هذه الصورة الأولى. في الآية الثانية: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله. ففتحنا نحن، هذا ضمير التكلم، ليغفر هو الله هو، فانتقلنا من التكلم إلى الغيبة، من التكلم إلى الغيبة، فتحنا ليغفر. في المثال الثاني: فاقضي، اقضي أنت، أنت يعني ضمير الخطاب، فننتقل من الخطاب إلى قولهم: إنا آمنا، آمنا يعني نحن، فننتقل من فقضي أنت إلى آمنا نحن، أنت الخطاب ونحن التكلم، انتقلنا من الخطاب إلى التكلم. في الآية الرابعة: حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة. فكنتم، كنتم أنتم، فهذا الخطاب، خطاب وجه الخطاب، ننتقل من وجه الخطاب إلى وجه بهم، وجرينا بهم هذا ضمير الغيبة، فانتقلنا من الخطاب إلى الغيبة. الآية الخامسة: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله.
فنجد أن انتقلنا من سبحان الذي أسرى، هو أسرى، هو هذا ضمير الغيبة، فانتقلنا من الغيبة إلى قول الذي باركنا، فباركنا نحن هو التكلم، فانتقلنا من أسرى هو الغيبة إلى باركنا نحن وهو التكلم. الآية الأخيرة: ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى. ذهب هو، هذا ضمير الغيبة، الغيبة، فانتقلنا من الغيبة إلى أولى لك وهو الخطاب، من الغيبة إلى الخطاب. إذن هذه الآيات الستة تعطينا هذا الملمح الجامع لهذه الصور التي تأتي في الالتفات. فنستنتج من خلال هذا التحليل أن الالتفات يأتي على ست صور ينتقل فيها الكلام من أسلوب إلى أسلوب، من التكلم إلى الخطاب أو من التكلم إلى الغيبة، ثم من الخطاب إلى التكلم أو من الخطاب إلى الغيبة، وفي الأخير من الغيبة إلى التكلم ومن الغيبة إلى الخطاب. في آخر هذا الفصل هذا نأتي إلى تطبيق حول ما رأيناه من صور الالتفات. بين صور الالتفات في هذه الآيات. قال تعالى: والله أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت. إذن تأملوا معي هذه الآية، الفعل أرسل، تلاحظون أنه أرسل هو، فهذه الغيبة، فتثير سحابا فسقناه، سقناه نحن، نحن هذا متكلم، إذا فانتقلنا من أرسل هو الغيبة إلى سقناه نحن التكلم. الآية الثانية: وقالوا اتخذ الله ولدا لقد جئتم شيئا إدا. وقالوا، وقالوا هم، هذه الغيبة، لقد جئتم أنتم، فانتقلنا من قالوا لي فيه وجه الغيبة إلى جئتم شيئا إدا، جئتم أنتم، يعني انتقلنا من الغيبة إلى الخطاب. الآية الأخيرة: كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا. قال تعالى: كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. هذه الآية فيها من أخفى ما يكون من صور الالتفات. كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. فإذا تأملتم ترون أن الفعل أرادوا في الأول أرادوا هم، فهذا غيبة، هم غائبون، لكن في آخر الآية وذوقوا، هذا فعل أمر، أنتم، وذوقوا ليس ذاقوا، كلما أرادوا ذاقوا، لا، كلما أرادوا أن يخرجوا منها ذوقوا أنتم، فانتقلنا من الغيبة أرادوهم إلى ذوقوا وهو الخطاب أنتم. ثم ننتقل إلى آخر الصفحات، وهي نحاول أن نجمع كل هذا في خريطة ذهنية لهذا الدرس. في آخر الدرس، الخريطة الذهنية للدرس، نرى العنوان الكبير هو الالتفات. على اليمين تعريفه وهو الانتقال من وجه للكلام إلى وجه آخر مختلف عنه، وصوره ست: من التكلم إلى الخطاب، من التكلم إلى الغيبة، من الخطاب إلى التكلم، من الخطاب إلى الغيبة، من الغيبة إلى التكلم، وأخيرا من الغيبة إلى الخطاب. بعد هذا التحليل والتركيب نرجو أن تكونوا قد استفدتوا استفادة كبيرة في هذا الدرس، ونكون أيضا قد استطعنا أن نوصل هذه المفاهيم إليكم، وإلى حصة أخرى في درس آخر إن شاء الله.